بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو اللي نشرته أمس وقبل أمس كان عن الشريحة المدمجة، وصلتني أسئلة كثيرة على السناب وعلى اليوتيوب وعلى تويتر، فحبيت أني أتجاوب الأسئلة اللي وصلتني بطريقة أني أكتب السؤال هنا وأجاوب عليه بالصوت. ميزة هذه الفيديوهات ما تأخذ كثير مني، وأيضا أتوقع أنها توصل معلومة بشكل أسرع، فلا تعطوني رأيكم فيها على أساس أني أقدر أجاوب على أسئلتكم بشكل أسرع وأكثر. أكثر سؤال وصلني إنه متى تتفعل الشريحة المدمجة على ساعة أبل؟ حتى الآن ما في تاريخ معين لتفعيل الشريحة المدمجة على ساعة أبل. يحتاج إنه أبل تحدث السوفت وير تبع الساعة عشان يكون شركات الاتصالات السعودية موجودة في التحديث. الحاجة الثانية إن أبل تشتغل مع هيئة الاتصالات السعودية وشركات الاتصالات السعودية إنهم يدعمون الشريحة المدمجة. فسبق إني أنا جيت تكلمت عنها في فيديو، ما أحب أكرر نفس المعلومات. اللي مهتم بالموضوع ويعرف انه لو نزلت اليوم مثلا الشريحة المدمجة على ساعة ابل، انا اخر واحد يفكر يشتريها لانه الاستفادة منها قليلة جدا. فارفع السناب هذه على فوق عشان تشوف الفيديو لو كنت مهتم، ولو كان عندك اي سؤال اذكره وانا ان شاء الله راح اجاوب عليه في فيديو قادم. طبعا اللي حاب انه يشتري ساعة ابل المدمجة لو تم دعمها في السعودية، أنصح يشوف الفيديو اللي أنا ذكرته في السنابة السابقة. لكن في واحد من الأخوان نبهني إلى حاجة ممكن يستفيدون منها الناس بشكل كبير، إنه في ناس مثلا أماكن عملهم تمنع بدخول الجوال، فممكن إنه يجي يدخل ساعته بحيث إنه يقدر إنه يستقبل المكالمات ويرد على الرسائل النصية اللي توصله. فيمكن الناس اللي وضعهم مثل كذا، اللي مثلا يروحون الأماكن ممنوع التصوير فيها أو طبيعة عملهم تمنع استخدام الجوالات في الأماكن، فممكن ساعة أبل اللي فيها الشريحة المدمجة تساعدهم. بس حبيت أوضح هذه النقطة على أساس أنه واحد من الإخوان اللي سألوني على السناب نبهني عليها. ثاني أكثر سؤال وصلني هو كيف أفعل الواتس آب برقمين مختلفين. أيضا هذا سبق أني أنا شرحته، بإمكانك أنك تركب الواتس آب العادي وفي الواتس آب بزنس، فيكون عندك تطبيقين واتس آب وتعرف كل تطبيق على الشريحة اللي موجودة عندك. مع العلم انه الايفون يقبل شريحتين، بحيث انه تكون شريحة واحدة عادية والشريحة الثانية هي الشريحة المدمجة، يعني ما يقبل انه يكون الشريحتين تكون مدمجة. فانا ايضا راح احط لكم رابط الفيديو اللي انا تكلمت فيه عن كيفية تفعيل الواتس آب برقمين مختلفين على الايفون. مجرد انك تسحب السناب على فوق، او لو تشوفني على اليوتيوب شيك على الروابط تحت. ثالث اكثر سؤال وصلني انه في ناس حابين انهم يخلون شريحة للمكالمات وشريحة للبيانات، فهذا ممكن. وحتى من الاعدادات ممكن انك تحدد وش شريحة البيانات وش شريحة الاتصالات، وبامكانك انك تلغي النت بالكامل عن شريحة الاتصالات. لكن في حاجة مهمة لازم تنتبه لها، انه الشريحتين ما هي فعالة في نفس الوقت، او ما يعني اللي يسمونها فول اكتف، بمعنى انه لو كان معك اتصال فراح الشريحه الثانيه تكون معطله نهائيا. فلو كانت الشريحه الثانيه للبيانات وجتك مكالمه ما راح تقدر توصل للانترنت. فهذه النقطه لازم تنتبه لها قبل لا تفكر انك تطلع شريحه اتصال وشريحه بيانات. السؤال الرابع اللي وصلني، هل اقدر اني افعل النت على الشريحتين وكلهم يكونوا فعاله؟ بامكانك. طبعا انت تحدد شريحه اساسيه يكون النت فيها، اذا فصل النت عنها، او مثلا على سبيل المثال جتك مكالمة على الشريحة الثانية اللي ما هو مفعل النت عليها، راح يتحول تلقائي النت يكون موجود على الشريحة الثانية. فتقدر تفعل النت في شريحة واحدة وتقدر تفعله في كل الشريحتين، فما عندك مشكلة. وفي خيارات كثيرة للشريحتين اللي موجودة على الآيفون، فأنصحك أنك تشوف الفيديو هذا اللي أيضا بإمكانك تسحب السناب على فوق، وراح تعرف كل مميزات وعيوب استخدام الشريحتين على الآيفون. من الأسئلة اللي وصلتني، هل تتوقع أنه أبل راح تفعل ميزة أنه الشريحتين كلهم يكونون فعالة في نفس الوقت، أو اللي يسمونها فول أكتف؟ للأمانة ما أتوقع، وأتوقع أيضا أنه في حاجة في الهاردوير تمنع أبل أنها تفعلها، واحتمال أيضا أنه يدعمونها في الآيفون 12، لكن للأمانة ما أتوقع أنه أبل تدعمها. بالمناسبة استخدام الشريحتين هو منتشر في آسيا أكثر من أوروبا وأكثر من أمريكا. أغلب الأمريكيين ما عندهم ثقافة انهم يكون عندهم شريحتين في الجوال، لكن ابل دعمتها عشان تزيد مبيعاتها في الصين، فعشان كذا ما اتوقع انه الدعم راح يكون
مختلف في الإصدارات القادمة سواء من الآي أو إس 14 أو في الآيفون 12. السؤال السادس، هل لو تفعلت الشريحة المدمجة على ساعة أبل هل نقدر نستخدمها برقم مختلف؟ أتوقع لا. طبعا لو فعلوا الشريحة المدمجة، بس معلومة أنا ذكرتها في الفيديو السابق اللي حطيت لكم رابطه قبل شوي، لكن حتى لو فعلوها هي باشتراك شهري، يعني راح تدفع لشركات الاتصالات رسوم شهرية لتفعيلها. طبعا ما راح تشتغل لو كنت برا الدولة اللي أنت فيها، فعلى سبيل المثال لو فعلوها في السعودية وسافرت برا السعودية ما راح تشتغل معك الشريحة على الساعة، فهذه برضو نقطة مهمة. اللي دعموه انك انت تقدر تتكلم ارقام الطوارئ برا، لكن ما تقدر انك انت تستفيد منها برا السعودية في حياتك اليومية. من الاسئلة اللي وصلتني، هل لو انا مثلا كان عندي جوال وفعلت عليه شريحة الكترونية وبعدين بعته، فكيف اضمن انه الشخص اللي بعت عليه ما يستخدم شريحتي؟ طبعا انت لما تيجي تعمل ريستور لجوالك يقول لك هل تبغى انت تحفظ، او ريستور اللي هو زي الفورمات، لو عملت فورمات لجوالك يقول لك هل تبغى تحتفظ بمعلومات الشريحة الإلكترونية ولا لا، فتقدر انك انت تحذفها. طبعا ما راح، اكيد ما راح تبيع الجوال الا قبل لا تسوي له فورمات. الحاجة الثانية انه حتى لو جيت فورمات الجوال وعملت باك اب عن طريق الاي كلاود فراح يرجع معلومات الشريحة. الحاجة الثالثة انه الشريحة الإلكترونية ما راح تقدر تفعلها على جوالين مختلفين، فحتى لو انت بعت جوالك وبعدين رجعت للاتصالات واخذت منهم شريحة إلكترونية ثانية او شريحة مدمجة ثانية فراح تقدر تفعلها على جوالك الجديد بدون اي مشاكل، ولا راح احد يقدر يستخدمها على اي جوال ثاني. اخر سؤال حاب اتكلم عنه ووصلني هو انه لو وصلتني رسالة كيف اعرف انه الرسالة هذه وصلت لي الى اي شريحة؟ في الحقيقة ما راح تقدر تعرف، حتى الرسائل الدعائية مثلا الرسائل اللي تجي من وزارة الصحة أو الإعلانات أو كذا، أنا لاحظ أنها على جوالي اللي بشريحتين تجيني مرتين، واحدة على الشريحة الأولى وواحدة على الشريحة الثانية، ويكون بينهم كذا كتابة أنه هذه الرسالة وصلت من الشريحة الثانية، فما تقدر تعرف. لو كتبت رسالة جديدة تقدر أنك أنت تختار أنه هل ترسل من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية، لكن لو استقبلت رسالة ما راح تقدر تعرف إذا وصلتك على أي شريحة. هذا جواب كل الأسئلة اللي وصلتني على سناب أو على تويتر أو حتى قريتها على اليوتيوب في التعليقات. الفيديو هذا إن شاء الله ما راح أرفعه على اليوتيوب، راح أنتظر إلى بكرة. إذا كان عندكم أي سؤال يا ليت تكتبونه لي في السناب، تكتبونه لي على تويتر، تكتبونه في خانة التعليقات على اليوتيوب، وبإذن الله راح أجاوب عليه. إذا ما وصلني أي سؤال راح أرفع الفيديو هذا إن شاء الله بكرة على اليوتيوب، ولا تنسون تقولوا لي رأيكم بالطريقة هذه اللي هي طريقة إني أكتب السؤال وأجاوب عليه بالصوت، طريقة سهلة بالنسبة لي لكن أتمنى أنها تعجبكم. هذا اللي حبيت أوضحه، يعطيكم ألف عافية ونشوفكم بكرة مع فيديو قادم.